المنعم كهربا عن النادي الاهلي. لكن في البداية صديقي ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. في بداية الحلقة كده عايز اتكلم عن محمود كهربا واقول لحضراتكم ومن وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الاطلاق ان كهربا من افضل المهاجمين اللي موجودين في الدوري المصري، واتظلم ظلم شديد جدا بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المباراتين الاخيرة. لكن هكشف لحضراتكم النهاردة مفاجأة غير متوقعة وغير معلنة في قرار رحيل كهربا عن النادي الاهلي. طبعا اقترب محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل خارج اسوار القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل 2024، بعدما بات اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الاخيرة. ارتبط اسم كهربا بالرحيل الى احد الدوريات الخليجية مع نهاية الموسم، واوضحت بعض التقارير ان رحيل اللاعب يأتي بقرار من السويسري مارسيل كولر، وهو ما نفاه مصدر مسؤول داخل النادي الاهلي. هقول لحضراتكم دلوقتي الاسباب الحقيقية لرحيل محمود عبد المنعم كهربا عن النادي الاهلي، فطالب من حضرتك لايك للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس. الاسباب الحقيقية لرحيل كهربا عن النادي الاهلي، كهربا لاعب النادي الاهلي. شدد المصدر على ان كولر لم يضم اسم كهربا ضمن قائمة الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم الجاري، نظرا للاعتماد عليه في مركزين رأس الحربة والجناح الايسر. وقال كمان ان محمود عبد المنعم كهربا هو من طلب الرحيل عن النادي الاهلي لسببين، اولهم خروجه من حسابات مارسيل كولر الأساسية والاعتماد على وسام أبو العلي، والآخر والأهم امتلاك اللاعب لعرض خليجي يفوق أضعاف ما يتقاضاه داخل النادي الأهلي. كهربا بيترقب منحه الضوء الأخضر من مسؤول النادي الأهلي بالرحيل من أجل التقدم بعرض رسمي وبدء إجراءات الرحيل مع اقتراب نهاية الموسم. في ثلاث مهاجمين على طاولة النادي الاهلي لتعويض رحيل عبد المنعم كهربا. وفي الصدد نفسه اكد المسؤولين واكد المصدر ان مسؤول النادي الاهلي وضعوا ثلاث مهاجمين داخل الدوري المصري امام مارسيل كولر للمفاضلة بينهم لتعويض رحيل كهربا عن النادي الاهلي حال التقدم بعرض مناسب لإدارة النادي الأهلي. بات الثلاثي أحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، وأحمد شريف لاعب نادي فاركو على رأس المرشحين لدعم صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجديد، حال تأكد غياب رحيل كهربا بشكل نهائي. الجدير بالذكر حضرات ان كهربا لعب مع النادي الاهلي سجل هدف فوز الاهلي في لقاء النجوم الودي، واللي انتهى بفوز النادي الاهلي بهدف دون رد يوم السبت على ملعب مختار اتش. عندي كلام كمان عن محمود عبد المنعم كهربا عايز اقوله لكم. كهربا بيتفق مع فريق سعودي بعد اقتراب رحيله عن النادي الاهلي. أصبح محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي قريبا من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على مغادرة اللاعب بحثا عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادا لكأس العالم للأندية 2025. وكشفت تقارير سعودية عن رغبة احد اندية دوري روشن السعودي في التعاقد مع كهربا خلال الميركاتو الصيف المقبل بعد الدخول في مفاوضات جادة مع مسؤول الاهلي واللاعب لاستعارته لمدة موسم واحد فقط. ووفقا للبرنامج الرياضي السعودي اكشن، فان مسؤول نادي الرائد السعودي
اتفقوا بالفعل مع وكيل كهرباء على إعارته لمدة موسم مقابل وسط، ويعني والعرض ده اتقابل وسط ترحيب كبير من اللاعب بخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي بعد تجربته الناجحة رفقة اتحاد جدة السعودي. وأضاف المصدر إن إدارة نادي الرائد السعودي تعرف جيدا إمكانيات مهاجم النادي الأهلي جيدا، ما دفعهم للدخول في مفاوضات مع مسؤول النادي الأهلي خلال الفترة الحالية لحسم كافة بنود التعاقد قبل بداية الموسم المقبل بعد الاتفاق مع اللاعب ووكيله على كافة التفاصيل المالية. وتواجد فريق الرائد السعودي في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري لوشن للدوري السعودي. عايز اقول لكم بقى حقيقة رحيل كهربا عن النادي الاهلي عشان مش عايزين نتكلم في القصة دي كتير. كهربا بلا شك هو خارج حسابات مارسيل كولر، طيب كهربا بيطلب الرحيل من إدارة الأهلي ويفاجئ الجميع بهذا القرار. عايز أقول لحضراتكم كمان إن محمود عبد المنعم كهربا جايله عرض كبير جدا يعني من نادي سعودي، بينتظر إن مسؤولين النادي الأهلي يمنحوه الضوء الأخضر للرحيل من أجل تقديم عرض رسمي وبدء إجراءات الرحيل مع اقتراب نهاية الموسم. المصدر بيكشف كل تفاصيل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق والذي طلب الرحيل من المسؤولين. كهربا طلب الرحيل عن النادي الأهلي نهاية الموسم للدوري السعودي، وأكد المصدر أن كهربا طلب الرحيل عن الأهلي نهاية موسم الدوري السعودي لتعويض الغرامة المالية الكبيرة التي تعرض لها خلال أزمته مع نادي الزمالك، بالإضافة إلى عدم اعتماد مارسيل كولر المدير الفني على اللاعب خلال الفترة الأخيرة. كهربا هو اللي سجل هدف الفوز على فكرة في مباراة النجوم الأخيرة. المصدر بيقول كمان أن كولر أبلغ لجنة التخطيط خلال الجلسة التي عقدت أمس بمقر الجزيرة أنه ليس لديه أي اعتراض على رحيل كهربا على أن يتم استبداله بثنائي في خط الهجوم في ظل الاتفاق النهائي على رحيل كهربا والمهاجم الفرنسي أنطوني موديست. حالة من الارتباك بشأن الاتفاقات الجديدة داخل النادي الأهلي، وشهدت الساعات الأخيرة داخل النادي الأهلي حالة من الارتباك بشأن الاتفاقات الجديدة التي سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة لدعم الفريق أو عودة بعض اللاعبين المعارين. قال المصدر مطلع داخل النادي الأهلي إن هناك أزمتين بخصوص العقود الجديدة والعائدين من فترة الإعارة، وهناك انقسام داخل الجهاز الفني للفريق بشأن عودة الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار لسيراميكا وعودته للفريق نهاية الموسم بعد انتهاء الإعارة، تأجيل القرار النهائي حتى نهاية الموسم. وقال المصدر إن الأزمة الثانية تتعلق بعقد المهاجم وبالأخص محمد كانوتيه لاعب جروزني الروسي. التزم مارسيل كولر بالإضافة إلى الفريق في الصيف المقبل، فيما تراجعت الإدارة عن الصفقة بسبب تراجع مستواه مؤخرا وانخفاض أرقامه. تأجيل القرار النهائي حتى نهاية الموسم، مؤكد أن الجهاز الفني يحاول تأجيل القرار النهائي حتى نهاية الموسم ليتفهم وضعية لاعبيه في الوقت في الفريق بشكل كامل. في المقابل طلب اللاعب اتخاذ قرار سريع بشأن مركزه النهائي قبل نهاية الموسم الجديد ولتحديد مستقبله بالبقاء أو الرحيل عن الفريق نهائيا. ده بالنسبة لكل الأخبار اللي كانت معانا النهاردة. أتمنى من الله إن الحلقة تكون عجبت حضراتكم، ياريت تدعمونا بلايك للفيديو باشتراك الحلو في القناة علشان نوصل الحلقة دي لكل النادي الأهلي. عشان وقول لنا رأيك في التعليقات، هل رحيل عبد المنعم كهربا في الوقت ده قرار صح ولا قرار خاطئ؟ شكرا يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية. اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبت حضراتكم، دعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.